السلام عليكم حبيباتي، وصباح الخير والتفاؤل والابتسامة والطاقة الإيجابية يا رب. نتمنى لكم أسبوع موفق. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الخطوات العريضة لليوم ديالي، كيف أوفق بين التعليم المنزلي، التنظيف والطبخ. كثير من النصائح والإفادة والأفكار اللي إن شاء الله غادي تساعدكم. اللي مهتمة بالأمر تبقى معي حتى الأخير، ويلا نبداو على بركة الله. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. طه طه طه. وكيف قلت لكم في المقدمة، فغادي نحاول نقربكم ما أمكن اليوم ديالي، كيف أقضيه، كيف أوفق ما بين الأشياء، كيف أنظم وقتي. وهاد الاشياء غادي نقدمها لكم على شكل خطوات اساسيه، يعني غادي نشارك معكم اهم الخطوات اللي تنظموا لي الوقت ديالي واللي تساعدوني انني نعطي لكل ذي حق حقه. لنبدا بالتدريس المنزلي. بالنسبه للتعليم المنزلي فالتنظيم ديالو تيكون تنظيم اسبوعي، سبق لي وشاركت معكم تنظيم المواد، البحث على الموارد، على الكتب وغير ذلك، وبالتالي ما تضيفش عليا ولا يثقلني في اليوم ديالي، يعني تيكون خفيف طريف. كل شيء عندي مكتوب، كل شيء مقيد، كل شيء مسجل، عارفه اليوم ديال التدريس كيف سيكون. الحمد لله هذه النقطه تنتخلص منها او تنسلي معها في نهاية الاسبوع كسبق لي وشاركت معكم. وفي اليوم ديالي عندي كذلك وظيفتين اخرين، يعني كأم وكزوجة تبقى لي تنظيف البيت وكذلك الطبخ. وتنعرفوا بان الطبخ يعني ما شاء الله علينا احنا السيدات العربيات، عندنا الطبخ تياخد وقت وليس بشيء اللي نقدو نسخفوا به او نقصوا منه، لانه تبقى من الاساسيات يعني لصحة اطفالنا وصحتنا وغير ذلك. لهذا الحاجة الوحيدة اللي صلحت لي في التسيير أو في تنظيم الطبخ ديالي هو أنني تنطبخ في الصباح الباكر. نعم لا تستغربوا، تنجهز الوجبة الرئيسية اليوم ديالي اللي هي الوجبة الرئيسية اللي عادة تأخذ وقت لا بأس به من الطهي والتحضير وغير ذلك. تنقوم بهذه الخطوة يانا ديال الطبخ في الصباح الباكر، يعني ما بين 5:45 دقيقة للسادسة و15 دقيقة، هذا الوقت اللي تيكون عندي لتحضير الطبخة ديال الوجبة الرئيسية ديال اليوم. لا تستغربوا، أنا هادي عادة اكتسبتها من السنوات الطويلة ديالي، طويلة نوعا ما، سنوات ديال العمل كأم اللي كانوا عندها أطفال سنهم صغير، وكان اليوم ديالي يعني تبدا من 8 صباحا، من لا نقولوا تبدا من 7 والنصف هكاك لغاية 5 مساء، وبالتالي كان ضروري ما نلقى وقت للطبخ. وبالتالي اكتشفت هو ان احسن حاجة تنظم لي اليوم ديالي هو انني نطبخ قبل الذهاب للعمل، هكذا تنقص عليا اهم مشكلة عندنا حنا السيدات او الامهات او الزوجات بصفة عامة. لان انا ذاك لما كنت نشتغل كان عندي تندخل البيت مع الخامسة تقريبا، 5 مساء، والسابعة خاص الأطفال يكونوا نيام، يكونوا ناعسين، غاسلين، واكلين، ناعسين. وبالتالي تحاولوا تخيلوا معي أنا عندي ساعتين نكون أكلنا فيها وغسلت لهم وتنعسهم، وبالتالي كانت صعيب علي أنني ندخل عاد نطيب، عاد نقي الخضار، عاد تبل، عاد عاد عاد. لهذا كنت دائما نطيب الصباح الباكر، ولما ندخل تندخل مباشرة على الأكل أو غير ذلك. المهم تشوفوا معي من هنا شوية. ولهذا هاد العادة هادي رجعت نعملها من الوقت اللي بديت في التعليم المنزلي، لأني أصبحت كأنني موظفة، لأنني معلمة ما كيناش في البيت، ولو أنني في البيت فأنا غير موجودة في البيت، يعني ما عنديش صبغة ديال زوجة ولا أم تنكون لابسة طابلية أو ساغو ديال المعلمة. لهذا كان من الضروري أن نرجع لهاد العادة هادي. كيف أقوم بهذه الخطوة هذه؟ هذه الخطوة هذه في الصباح الباكر مثلا تنوجد كل شيء. إذا كان عندي وصفات ما بينها تنتأرجح، يعني سواء نستعمل لاميجوتوز، وسبق لي وشاركت معكم وصفات كثيرة باستعمال لاميجوتوز، عفوا، يعني تنشغلها في الصباح الباكر تنساليو العمل، تتكون الأكل جاهز على الساعة الرابعة والخامسة مساء على حسب برمجتي على أي توقيت أو مدة. نخلي لكم بعض الوصفات في صندوق الوصف.
او ممكن تنحضر الصينيه اللي تدخل للفرن. كتير اكل سهل وصحي انكم تعملوا الصينيه اللي تدخل للفرن. كيف شفتوا معايا هنايا، انا عملت الدجاج مع البطاطس بالبرتقال والليمون والزنجبيل من اروع ما يكون. كذلك سبق لي وشاركتها معكم، نخليها لكم في صندوق الوصف. تنحضرها كما ترون، غير ما ضفتش البطاطس، خليتها على جنب في الماء، وهو الدجاج خليته وحده هكا في الصينيه. ولما غادي ننتهي من العمل غنضيف فقط البطاطس على الدجاج ونخلط الكل جيدا ونوضعها في الفرن لمده 45 دقيقه. مثلا ديك 45 دقيقه تقولوا لي لا تضيعي الوقت فيها، لا بالعكس، ديك 45 دقيقه تعطيني فرصه انني نحمي الاطفال او نغسلهم، نقرا لهم قصه، نعمل معهم الواجبات، نرتاح الا ما كانوش عندي اطفال او غير ذلك. المهم المراه غادي تستغل هذيك المده، هذيك الوقت احسن استغلال. او وصفات اخرى كمثلا شفتوا او غتشوفوا معايا السباغيتي، كذلك حضرت لها اللحمه المفرومه، تبلتها، كورتها، حضرت الصلصه ووضعتها في الاناء ديالها اللي طيبتها فيه، اللي طبختها فيه مباشره في الثلاجه. لما غادي ينتهي من العمل غادي نطلعها، غنضيف عليها لي بات او يعني المكرونه، او نضيف عليها سباغيتي، او نضيف عليها الارز او الكينوا على حسب البرنامج الاكل اللي عندي ذلك اليوم، وصافي. وهالاكله ديالنا في خلال 15 دقيقة وجدت. حتى نزيد نوضح لكم الأهمية ديال هذه الخطوة بالنسبة لي في تنظيم اليوم ديالي، هو مثلا أنا أخذ هذه الوصفة هذه أو أي وصفة كانت، لما غنحب نحضرها من بعد الانتهاء من العمل والأطفال معايا في البيت، فأنا ذاك الأطفال تكون عندهم طلبات كثيرة. ماما تعالي شوفي هذه، ماما أين الكرة ديالي، ماما أنا حابة نعمل هذه، ماما ساعديني في هذه، ماما ماما ماما. وبالتالي الوصفة إذا كانت غتاخد مني 15 دقيقة، 20 دقيقة ولا 30 دقيقة ديال التحضير، فأنا ذاك غتاخد مني 45 دقيقة غير بتلبية طلبات الأطفال. وهذه مضيعة للوقت كبيرة، على خلاف الصباح الباكر أنا وحدي في البيت، عفوا انا وحدي في الصباح اللي فايقه انا داك في المطبخ، ممكن يكون حتى الاطفال فاقوا، لكن ما غاديش يزعجوني بنفس الشكل، لان يكونوا يلاه فايقين باقين حابين يغسلوا وجههم او يعملوا اشياء اخرى. وحتى لما كانوا اطفالي صغار فكنت تنتهي من تحضير الاكل والطبخه ديالي حتى قبل ما يفيقوا الاطفال، يعني تتنظمي نفسك على هذا الشكل هذا. وانا داك الوصفه تتاخذ، اذا كانت تتاخذ 15 دقيقه في التحضير، فهي فعلا وفعليا غتاخذ 15 دقيقه فقط، لانك وحدك في المطبخ وعارفه الخطوات اللي عندك وعارفه الوصفه مسبقا، وبالتالي غادي تمشي اوتوماتيكيا وتلقائيا وغتحضري الوصفه ديالك وغتجمعي المطبخ حتى قبل ما تشعري بانك ساليتي من الطبخه ديالك، غتكوني نظفتي وتتحضري في وجبه الفطور او الافطار. بالنسبة لأكل الأطفال فدائما تبقى بسيط، وأنا سبق لي وشاركت معكم وصفات كثيرة، يعني راكم عارفين بأن أغلب أكل الأطفال تيكون عبارة عن سلطات، ساندويتشات، ممكن نحضر لهم الحشوة، سبق لي وشاركت معكم حشوات كثيرة، ممكن نخلي لكم بعضها في صندوق الوصف. وصفات اللي تتصبر 3 أيام، عندي وصفات اللي ممكن تستعملها في المجمد ولو أنه ليس بصحي 100%، لكن تبقى عملي جدا بالنسبة للأم العاملة، يعني لو كنت في البيت ما كاينش لاش أنك تجمدي الأشياء طبعا، غير ذلك فتتبسطي على نفسك في الأكل. وطبعا للقيام بهذه الخطوة هذه فضروري من الفياق بكري، يعني هذه المساله لا مفر منها، ضروري ما نعودوا نفسنا على الفياق بكري، على الخامسه، خامسه ونصف اللي قدرتي عليه، على حسب كم الوقت ياخذ لك الوصفه اللي غتحضري، كم الوقت ياخذ لك لتحضر الاطفال او انهم يحضروا نفسهم، الوقت اللي غياخذ لك للفطار. المهم هادشي كله ضروري ما تعملي له حساب ديالو، وعلى اساسه تشوفي على اي ساعه غادي تفيقي. وطبعا لما نفيقوا الصباح تنقوموا بالمسائل الشخصية ديالنا من عبادات وغير ذلك، ومن بعد تندخل مباشرة للمطبخ. الآن غنشوفوا نقطة أخرى اللي هي تاني أهم خطوة في اليوم ديالي اللي تنظم به اليوم ديالي، وهو التنظيف ثم التنظيف ثم التنظيف. تنعرفوا بان البيت ما شاء الله ممكن يتكركب بسرعه، ممكن هدي ممكن هدي، وبالتالي انا عندي واحد النظام اللي هو بسيط،
واللي غنشاركو معكم الان. طبعا سبق لي وشاركت معكم التنظيف الاسبوعي العميق، جيت يكون عندي يوم الاحد، يعني كل وحده تشوف البرنامج ديالها وتعمل البرنامج اللي يناسبها. انا تناسبني يوم الاحد، لكن طبعا تبقى واحد التنظيف اللي هو يومي اساسي البيسك ديال التنظيف. يعني ما نكذبش عليكم، ليس بتنظيف عميق ولا جبار، هو تنظيف خفيف الهدف منه هو المحافظة على البيت مرتب ونظيف نوعا ما. وهكذا اول حاجة نقوم بها وهي الصباح الباكر. طبعا عندي خطوة واحدة نقوم بها في الصباح الباكر، او خطوتين ممكن نقولوا. الخطوة الاولى وهي انني تنرجع الاواني اللي تغسلوا في آلة الغسيل او آلة غسيل المواعين، تنرجعهم للخزانة، هذه خطوة واحد. خطوة اثنين فاني تنجمع المطبخ بعد ما تكون طبخت الوجبة الرئيسية الاكل وحضرت وجبة الافطار، فانا داك تنظف المطبخ فقط، هادشي اللي عندي. وطبعا الا كان هناك بعض الفتات اللي تساقط من وجبة الافطار فضروري ما غادي نكنسها بسرعة هكا، لا غير. هذه هي التنظيف اللي عندي في الصباح. ثم تيجي التنظيف اليومي اللي تكون عندي في المساء. نعم في المساء، المساء هو اللي تنعمل فيه كنس للبيت كله. تقريبا تاخذ لي 12 دقيقة بالمكنسة الكهربائية، ما تنستعملش المكنسة العادية لأنها تتعمل غير الغبار وتتاخذ لي وقت أطول. هذيك ممكن تنستعملها في نهاية الأسبوع، لكن في التنظيف اليومي فأنا تنكنس بالمكنسة الكهربائية، سواء كانت الأرض البلونشي هكا أو حتى الزرابي، تنستعملها للإثنين. ثم هناك تنظيف ديال الحمامات، الحمامات اقصد فقط السينك او الحوض ديال الحمام، وكذلك اعزكم الله المرحاض، هما الحاجتين اللي تنظف يوميا هكا باستعمال هاد لي وايبس او هاد المناديل هادي اللي فيها المعقم. ومرات نمسح الغبار مرات لا، على حسب اليوم، على حسب فتحت الشبابيك ولا لا، ما تنعملهاش حاجه يوميه غير عند الضروره. وتنقوم كذلك بطي الملابس وارجاعهم للخزانات هكا. ونسيت ما قلت لكمش بان في الصباح الباكر كاين كذلك الخطوه ديال توضيب فراش النوم، لكن هذيك تبقى يعني خطوه اساسيه ما محتاجش انني نذكرها لكم. وبالنسبه للالعاب، فالالعاب تيلعبوا تيجمعوا، يعني هذه قاعده بسيطه عندي، ما تنجمع لهمش الالعاب ديالهم، ليس عندي مشكله انهم يلعبوا في اي مكان كان في البيت طالما تيجمعوا الالعاب ديالهم من بعد. حتى ابني قبل الذهاب للنوم تيجمع الالعاب ديالو كلها، انا داك تنمشيو للنوم. البنات اللهم بارك نفس الشيء، يعني هذه خطوه ناقصه عليا انا كأم كذلك. وهنا حابه نفتح واحد القوس، ولو انني جاوبت عليه مسبقا، لكن يبدو ان ما عرفت هناك متتبعات جدد ما شافوش الفيديو او غير ذلك. المهم باختصار انا ما عنديش مساعده في البيت، انك تيقولوا لي اكيد اكيد كانهم على يقين ان عندي مساعده، يعني لو عندي مساعده حنخبي عليكم، ما عنديش مساعده في البيت، يعني عندي ربي سبحانه وتعالى كيف قلت لكم. غير انا تنظم وقتي، تنظم الاشياء، تنعمل على الاولويات ديالي، تنحاول دائما نبسط الاشياء على نفسي. وغادي نشارك معكم واحد الفيديو هاين، اعتقد هما اثنين ولا ثلاثة، على تنظيم الوقت اللي اكيد ومتأكدة ان غادي يفيدكم باذن الله. وحتى لو كانت عندي فلن اخجل انني نقولها لكم، ما فيها لا عيب ولا اي حاجة، لكن انا ما عنديش، الحمد لله تنقوم باشغالي وحدي كيف اي ام عربية مسلمة. وهالتنظيف هذا اللي هو يومي خفيف سريع هكا للهدف منه كيف قلت لكم فقط المحافظة على بيت مرتب، فما تتجاوز ليش 30 دقيقة. نعم كيف سمعتوا 30 دقيقة، لأنها تكون سريع وكيفتوني، يعني ما تنحيش الزرابي من الأرض، ما تنعملش هذه الأشياء، فقط تندوز تندوز عليه يعني مرور الكرام هكا خفيف خفيف، لأن صراحة ما غاديش نعطيه الوقت كامل وأنا عندي أولويات أخرى اللي هي أهم. طبعا مهم كيف قلت لكم ضروري ما تنظموا الأولويات ديالكم في هذه المسألة، تتساعد كثير في تنظيم الوقت. أما بالنسبة لتوضيب طاولة الأكل والتنظيف ديالها من بعد فهذه من اختصاص الأطفال، فهما تتشاركوا فيها وتتكون في اللائحة الأعمال الأسبوعية ديالهم، يعني أن هذه كذلك مهمة ناقصة عليا أنا كأم اللي عندي أشياء كثيرة ما نعمل، وكل ما نقصت عليا أشياء وبسطتهم فتنسهل عليا اليوم ديالي. طبعا
نتمنى انني نكون قربتكم من اليوم ديالي، وضحت لكم بعض النقاط اللي كنتوا تتسألوا عليها كثيرا، شاركتكم برنامجي اليومي كيف اوفق ما بين التعليم المنزلي ما بين التنظيف والطبخ، اعطيتكم بعض الافكار اللي تقدر تساعدكم. انا صراحة هذا البرنامج شاركت معكم اكثر من عملي واكثر من فعال صدقا البنات، نتمنى انكم تجربوه على الاقل، اعطيوه محاولة هكا، اعطيوه واحد بضعة اسابيع جربوه، ان شاء الله تلقوا فيه الفائدة، لان صراحة وصدقا يعني اروع ما يكون، تبقى لي كثير من الوقت للقيام باشياء اخرى كثيرة اللي ان شاء الله غادي نزيد نشاركها معكم فيديوهات قادمة. خليوا لي التعاليق ديالكم، قولوا لي شنو تساعدكم في التنظيم، ولا الى عندكم اسئلة خليوها لي في التعاليق. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وخديتم منه طاقة ايجابية وافكار كالعادة، وما بقى لي نخليكم في امان الله، والسلام عليكم.